السلام عليكم، يعطيكم العافية. معكم ضيفة مقابلة. إن شاء الله راح نشرح ونراجع لكم تشابتر 42، تشابتر الجهاز الهضمي، بناء على النوتات اللي نزلتها الدكتورة. هسا النوتات اللي نزلتها الدكتورة المرة نزلت لعون سنة ثالثة، وأمانة ما طلعت عنهم، فراح نشرحها لكم للناس اللي ملحوقة والناس اللي حابة تراجع برضو التشابتر. It is good، يعني هذا الفيديو لكم. مش راح يتجاوز مدة الفيديو إن شاء الله نص ساعة مشان برضه وقتكم. طيب بسم الله نبلش. طبعا هاي النوتات هي أغلبها حفظ، فأنا راح أحاول أفهمكم الحفظ أو أخليكم تحفظوه في طريقة معينة، والفهم بشرح لكم إياه إن شاء الله. أما الحفظ فغالبا راح نقرأ قراءة، وإذا زي ما حكيت لكم إذا في إشي بده شرح بشرحه. هذا الملف جهزه فريق طب الدكتور، يعطيهم العافية يا رب. بسم الله نبلش. طيب أول إشي، الأكل اللي إحنا بناكله لازم يحتوي على أشياء معينة. هاي الأشياء المعينة لازم تقوم بوظائف محددة. إيش هي الوظائف اللي لازم ناكل مشانها؟ يعني الأكل اللي إحنا بناكله ليش لازم ناكله؟ الجسم اللي بشو بيستفيد من الأكل اللي بأكله؟ 3 وظائف مهمات. أول وحدة كيميكال إنرجي، تمام. أول إشي بناخذ الطاقة الموجودة في الأكل. ثاني إشي بنستعمل الأكل مشان نبني مركبات ثانية، وهاي المركبات بنستعملها في وظائف أخرى. وثالث إشي بنستعملها مشان ناخذ الاسنشال نوترينتس. يعني أول إشي بناخذ الكيميكال انرجي، بناخذ الطاقة من الأكل. ثانيا بنستعمل المركبات في بناء مركبات أخرى. وثالثا بناخذ منها الاسنشال نوترينتس. ما هي الاسنشال نوترينتس؟ حنحكي عنها هسه، تمام. بس إنه أول إشي نكون فاهمين ما هي أهداف، ليش إحنا بناكل، ليش جسمك بحاجة الأكل. أول شيء بناخذ طاقة، ثانيا بناء مواد مهمة بجسمك، وثالثا نحصل من الأكل على الاسنشال نوترينتس. طيب كون حكينا على الاسنشال نوترينتس فلازم نحكي نعرف ما هي الاسنشال نوترينتس. الاسنشال نوترينتس هي عبارة عن المواد اللي جسمك بحاجتها مشان يكون مواد عضوية أكبر من هاي المواد، تمام. عفوا، هي مواد بحاجتها جسمك، هي عبارة عن ماتيريالز بحاجتها جسمك ما بيقدر جسمك يكونها، تمام. فبدي اياكم تشوفوا ايش الفرق بين هاي وهاي. هسه الاورجانيك بيلدينج بلوكس حكينا بتقدر تبني فيها مواد ثانية، تمام. اما الاسينشال نوترينتس ما بتقدر تحول اورجانيك بيلدينج بلوكس لاسينشال نوترينتس، مشان هيك هاي الاشياء لازم تاخذها عن طريق الاكل لانه جسمك ما بيقدر يصنعها، تمام. ايش هم هذول الاسنشال؟ اول شيء اسنشال امينو اسيدز، تمام. ثاني شيء اسنشال فاتي اسيدز. ثالث شيء الفيتامينز، ورابع شيء المينرالز. اتوقع سهلات مش بحاجه اعاده، هنمشي عليهم واحده واحده. واهم الملاحظات اللي الدكتوره طلبتها منكم. اول شيء الاسنشال امينو اسيد، ثاني شيء الاسنشال فاتي اسيدز، وثالث شيء الفيتامينز، ورابع شيء المينرالز. ايش الاشياء المهمه بكل واحده؟ هي اشياء حفظ، يعني مش راح نقدر نحكي عنها كثير. ولكن الامينو اسيدز انا عندي 9 اسينشال امينو اسيدز. ليش حددنا الرقم؟ لانه عدد الامينو اسيدز الموجودين في الطبيعه 20، 9 منهم فقط اسينشال، يعني 9 منهم ما بتقدر تحصلهم في جسمك. يعني 9 منهم جسمك ما بيقدر يحصل عليهم عن طريق عملياته، لازم ياخذهم عن طريق الاكل. ايش هم هذول ال9؟ الدكتوره ما طلبتهم منكم، ولكن انا بفضل انكم تعرفوهم. موجودين في سلايد 5 في سلايداتكم، هيهم، تمام. الهيستيدين، ايسوليوسين، ليوسين. اتوقع حفظهم سهل، انتم احفظوا. لاحظوا مثلا هون ليوسين وايسوليوسين، اللايسين، ميثيونين، الفينيل الانين، وبغض النظر عن الاسماء الباقيه، بس انه هذول المطلوب انكم تحفظوهم. حفظ حفظ لا ما تحفظوهم، ولكن يكفي انكم بس تطلعوا عليهم بشكل عام، يعني اقرؤوهم قراءة مرة او مرتين تركيز. اذا اجاكم بالامتحان لا سمح الله، على الاقل بكون الصورة مألوفة لكم، تمام. طيب موجودين في سلايد 5، تمام، مشان ترجعوا لهم لانهم مش موجودين هون. اذا هم عددهم 9 وهم موجودين هون. من وين بنقدر نحصلهم؟ هسه لهم مصدرين، تمام. لهم مصدرين، لهم انيمال سورس، تمام. إلهم animal source اللي هو هذا السورس، وإلهم البلانت سورس. إيش الفرق بين المصدرين؟ الفرق بين المصدرين واحد منهم بنطيني complete protein، وواحد منهم بنطيني incomplete protein، وضروري تفهموا الفرق بيناتهم، تمام. الانيمال سورس بتنطيني complete proteins، يعني المصادر الحيوانية اللي بتنطيني بروتينات.
اللي بتنطيني كومبليت بروتينز، يعني بتنطيني التسع انواع من الاسنشال امينو اسيدز، يعني بتنطيك محتوى امينو اسيدز كامل. اما المصادر النباتيه ما بتنطيك محتوى كامل من البروتينات الاساسيه. تمام؟ طيب اتمنى انكم فهمتوا الفرق، الكومبليت مع الانيمال، الانكومبليت مع البلانيت. مصادر الانيمال معروفه، الميت والاكس والتشيز، هذول هم مصادر الامينو اسيدز من الانيمال واللي بنطوني كومبليت بروتينز. ساعات البلانيت مش ما فيش معكم امثله مع للبلانيت بروتينز، ولكن بس بدي اياكم تعرفوا عنهم انه هي بتنطيني انكومبليت امينو اسيد. تمام؟ ما بتنطيك المحتوى البروتين المطلوب بشكل كامل. الاسنشال فاتي اسيدز، الاسنشال فاتي اسيدز هسه انتم بتعرفوا في كثير انواع من الفاتي اسيدز، في عندك زي ما اخذت بشابتر 5 ساتوريتد وان ساتوريتد. تمام؟ هسه الاسنشال فاتي اسيدز هي تتضمن فقط الان ساتوريتد او البولي ان ساتوريتد، يعني بشكل عام تتضمن الان ساتوريتد بشكل عام، سواء كان في رابطه زوجيه واحده او اكثر من رابطه فبصير اسمه بولي ان ساتوريتد. بس هاي اللي بدي اياكم تعرفوا انه الاسنشال فاتي اسيدز تتضمن الان ساتوريتد فاتي اسيدز. الفيتامينز بدي اياكم تعرفوه عنهم معلومتين مهمات جدا جدا جدا، وهم فرق بينه وبين هذول بدي احطهم بالاحمر كونهم فروقات. اول شيء الفيتامينز هي اورجانيك مولكيولز، المينرالز هي ان اورجانيك ماتر. تمام؟ اهم فرق بين الفيتامين والمينرال انه الفيتامين اورجانيك والمينرال ان اورجانيك. تمام؟ ولكن كلاهما احنا بحاجتهم بكميه قليله. تمام؟ يعني الفيتامينز احنا جسمك بحاجتهم بكميه قليله، والمينرالز بحاجتهم جسمك بكميه قليله، الفرق بيناتهم هذول اورجانيك هذول ان اورجانيك. تمام؟ نكمل. هلا انا عندي نوعين من الفيتامينز، عندي فات سوليوبل فيتامينز وعندي ووتر سوليوبل فيتامين. تمام؟ ووتر سوليوبل فيتامينز، ايش الفرق بيناتهم؟ انت بتعرفوا مفهوم الووتر سوليوبل والفات سوليوبل، هاي ما بتذوب الماء، هاي بتذوب الماء والى اخره. مين هم الفات سوليوبل؟ هم هذول اللي بكونوا كلمة ايدك، اي دي اي كي ايدك، وهذول ووتر سوليوبل. تمام؟ هذول ووتر سوليوبل وهذول ووتر انسوليوبل. الدكتورة طلبت منكم تحفظوا السيمبتومز اوف ديفيشنسي، يعني هم حفظ بالاخر. تمام؟ ولكن كويس تعرفوا، او مشان اساعدكم بالحفظ لبعض الشغلات، هسه كله مطلوب حفظ، لكن بساعدكم بحفظ بعض الشغلات. لاحظوا اي اشي فيه بي فهو بيعمل انيميا. تمام؟ تمام؟ اي اشي فيه بي فهو بيعمل انيميا. فيتامين اي زي ما بتعرفوا الفيتامين اي مرتبط بالشمس، بس ليش بحكوا لك دائما اطلع بالشمس كثير؟ مشان تحصل على الفيتامين اللي موجود في الشمس. تمام؟ هو الشمس بتنطيك فيتامين دي، ولكن برضه جزء منها لفيتامين اي. الشمس تقدر تربطها مع البلايندنس، انه نقصه ممكن يؤدي لك للبلايندنس العمى، او السكين ديس اوردر كون السكين تبعك مرتبط في الشمس، انه الشمس بتعرض لها الجلد تبعك، فبتقدر تربطهم مع هذول الثنتين. فيتامين دي بتقدر تربطه برضه، فيتامين دي هو فيتامين مسؤول جدا في عملية بناء العظام، فأي تشوه بالعظام مسؤول عنه فيتامين دي. الريكتس هو بون ديفورميتي، هو تشوه بالعظام مسؤول عنه نقص فيتامين دي in children. البون سوفتنينج in adults برضه مسؤول عنه فيتامين دي. تمام؟ هي الثنتين نقص في العظام او خلل في العظام، ولكن لما تكون بالادلت اسمها بون سوفتنينج، ولما تكون في الاطفال اسمها ريكتس. تمام؟ فيتامين اي مسؤول عن النيرفس سيستم. فيتامين كي وهو المسؤول جدا في عوامل التخثر في الدم، يعني يساهم في تكوين الجلطه مشان يتسكر مثلا جرح معين، ف مسؤول في البلد بروتين. تمام؟ مش راح اطول اكثر عليهم، ولكن حاولت اربط لكم الاشياء اكثر، يعني فيتامين بي مع الانيميا، فيتامين اي مع الاشياء اللي جاي من الشمس، البلايدنس، سكين ديس اوردر، فيتامين دي مع البونز، فيتامين اي مع النيرفس سيستم، فيتامين كي في عوامل التخثر. هلا اهم المينرالز طلبتهم برضه الدكتوره، طلبت هنا مينرالز معينين، فيتامين الكالسيوم، معدن الكالسيوم، ومعدن والاس والكي والسي ال والاف اي. برضه بقدر اربط لكم كم شغله. الحديد اكيد حيعمل ايرون ديفيشنسي انيميا. تمام؟ يعني نقص الحديد بيعمل ايرون ديفيشنسي، يعني منطقيه. فيتامين الكالسيوم مسؤول جدا في بناء العظام، فنقصه يؤدي الى امبيرد جروث، لانه لما ما تنمو العظمه بشكل كويس فادك الى امبيرد جروث او اللوس بون ماس، العظمه ما تتكون بالشكل المطلوب. تمام؟ والباقي حفظ، مش راح اخذ كثير مشان ما ياخذ من وقتكم، ولكنه حفظ. تمام؟ طيب
So malnutrition refer to what؟ يعني malnutrition شو معنى malnutrition؟ تمام، هون حناخذ بس الفرق بين malnutrition والundernourishment والovernourishment، شرحتهم في الفيديو الأساسي. malnutrition إنك ما بدك تقدر تأخذ، إنك ما تأخذ كمية كويسة من الغذاء المطلوب، تمام؟ يعني إنك ما تأخذ الغذاء المطلوب بكمية كويسة، تمام؟ أما الأندر نورشمنت أنت قاعد تأخذ كويس ولكنك مش قاعد تأخذ الإنرجي من هاي النترينز. يعني حكيت لكم الميل نترشن مرتبط بالكمية أكثر، الأندر نورشمنت مرتبط بالنوع أكثر. الميل نترشن أنت مش قادر تحصل الاسنشيال نترينز، أما الأندر نورشمنت أنت قاعد تأكل كويس ولكن مش قاعد تأكل أكل فيه طاقة، تمام؟ أنت يعني الأندر نورشمنت مشكلتك بالطاقة، والميل نترشن مشكلتك بالكمية. الأوفر نورشمنت هي بتدل على الثنتين ولكنها زيادة، تمام؟ زيادة أكل الأكل مع زيادة الطاقة مع زيادة الفات، بغض النظر أوفر نورشمنت دائما معناها زيادة، بزيد الأكل وبزيد الطاقة. الكونسيكونسز برضه حفظ يعني مش راح أخوض فيهم كثير مشان وقت الفيديو، ولكن أنت لما تقل كمية الأكل اللي أنت بتاخذها فمش راح يكون عندك الاسنشال نوترينتس اللي أنت بدك إياها، فممكن يؤدي لك لديفورميتيز وديزيز وبالاخر ديث. يعني مثلا زي ما حكينا هون، نقص الكالسيوم ممكن يعمل لك امبيرد جروث وهذا ديفورميتي، ممكن يرتبط في امراض معينه، واذا كان سيفير كثير ممكن يؤدي لديث، تمام؟ اندر نورشمنت انت مش قادر تستخدم الطاقه في جسمك، لما انت ما تاخذ اكل فيه طاقه كافيه لجسمك، جسمك ببلش يصرف من الطاقه اللي جواته. الجسم كيف بيخزن طاقة؟ بيخزنها يا إما على شكل كربوهيدرات أو على شكل بروتين، تمام؟ فبيبلش يصرف من الكربوهيدرات والفات، عفوا فات وكربوهيدرات وبروتين، هاي مصادر تخزن الطاقة في جسمك، فجسمك ببلش يستعمل فيهم وينقص من محتواهم في جسمك، ببلش يصرف بالفات والكربوهيدرات وبلش يصرف بالبروتين، وأنتم بتعرفوا البروتين مكون أساسي في المصل ومكون أساسي في الدماغ، فنقص البروتين ممكن يؤدي إلى نقص المحتوى العضلي، ونقصه في الدماغ ممكن يؤدي لمشاكل ممكن تكون فتال. يعني بعض مشاكل النقص اللي بتعملها الأندر نورشمنت ممكن تكون داي أو سفر بإريفرسبل دامج، يعني الشخص ممكن يموت أو يعاني من مشاكل لا رجعة عنها، تمام؟ يعني يعاني مشاكل مخه، مثلا يصير معاه مثلا باركنسون ديزيز أو الزهايمر، وهذولا إريفرسبل دامج، ما بيقدر الشخص يرجع من الألزهايمر ديزيز. الاوفر نورشمنت اكيد كثر الاكل شو بيعمل معروف، اول شيء بده يخطر على بالك الاوبيسيتي، اوبيسيتي تايب 2، دايابيتس ميليتس، كانسر الكولون، بلست هيرت اتاك والستروك، كلهن اشياء منطقيه. اوبيسيتي معناها سمنه، او اوبيسيتي المرتبطه بتايب 2 دايابيتس حنحكي عنه كمان شوي ما تدقق فيه كثير، او بعض انواع الكانسر اللي بترتبط بالاوفر نورشمنت مثل كانسر الكولون والبريست، الهيرت اتاك والستروك. طب ايش دخل الهارت في الاوفر نورشمنت؟ زيادة الأوفر نورشمنت معناته زيادة الفات، صح؟ زيادة الفات ممكن تعمل لك سكلاروسيس، ممكن تعمل لك جلطة، والجلطة ممكن تعمل لك هارت أتاك وممكن تعمل ستروك. مش حنخوض فيه كثير، ولكن احنا خضنا فيه كثير طبعا، بس انه بغض النظر حنحكي هسه. خلصنا هيك الجزء الأول، هسه رح نفوت في الجهاز الهضمي كجهاز، تمام؟ إيش هم الأربع عمليات الأساسية؟ ingestion, digestion, absorption و elimination. انك تاخذ الاكل لجوه فمك اسمه انجستشن، انك تحطم الاكل دايجستشن، انك تاخذ الاشياء اللي بدك اياها من الاكل لمحتوى دمك اسمه الابسوربشن، وانك تتخلص من اللي ما بدك اياه اسمه اليمينيشن. هسه الدايجستيف سيستم عندك هو عباره عن تيوب لها تو اوبننجز، تمام؟ يعني الاوبننج الاولى بتبلش في الماوث وبتنتهي في الانس، تبدا في الفم وتنتهي في فتحه الشرج، والتيوب اللي بيناتهم اسمه الاليمنتري كانال، تمام؟ كل هذا هو بشكل الجي اي تراكت. يعني الجي اي تراكت هو عباره عن الماوث والانس والاليمنتري كانال اللي بيناتهم، تمام؟ هنخوض في تفاصيل كل هذا، ولكن برضه الجهاز الهضمي مكون من مجموعه اخرى من الاشياء، اشياء مش جاي جوه الاليمنتري كانال ولكنها حواليها وتساهم في عمليه الدايجستشن والابسوربشن. هذول احنا بنسميهم ايش؟ اكسسوار جلاندز، مش موجوده ضمن الالمنتري كانال ولكنها تساهم في عمليات الدايجستشن وعمليات الريابسوربشن. ايش تشمل الاكسسوار جلاند؟ تشمل السلايفري جلاند الموجوده في الفم،
تشمل البنكرياس وبتشمل الليفر وبتشمل الجول بلادر، تمام؟ طيب شرحتهم بشكل تفصيلي في الفيديو تبع تشابتر 42 النازل على القناة، ولكن هون راح نكتفي بذكرهم بشكل سريع، تمام؟ كيف بأثروا، كيف هذول الأكسسوري بأثروا على الألمنتري كانال؟ يكون في إلهم داكتس معينة بودوا إفرازاتهم من هون للألمنتري كانال، تمام؟ طيب راح نبلش في الألمنتري كانال من فوق لتحت. هسا إيش أول جزء من الألمنتري كانال؟ الأورال كيفيتي، بعدين الفارينكس، بعدين الإسوفيغس، بعدين الاستوميك، هذا طبعا بس نذكرهم الأشياء الأساسية، بعدين السمول انتستين، وبعدين اللارج انتستين، تمام؟ يعني الألمنتري كانال تبدأ في الفم، فارينكس، إسوفيغس، ستوميك، وسمول انتستين ولارج انتستين، وهي زي طريق، تمام؟ وأتوقع كلكم حافظين هاي الأشياء. هسه راح نروح بأهم المعلومات وأهم العمليات اللي بتصير بكل وحدة. أنا حكيت لكم الأورال كيف بتصير فيها نوعين من الهضم، هضم ميكانيكي وهضم كيميائي. الهضم الميكانيكي بيكون عن طريق الأسنان، والهضم الكيميائي بيكون عن طريق السلايفري جلاند. إيش هي السلايفري جلاند؟ هي أكسسوري، هيها أكسسوري جلاند موجودة في الفم. السلايفري جلاند بتنطيك إشي اسمه السلايفا، تمام؟ يعني السلايفري جلاند بتنطيك إشي اسمه السلايفا. السلايفا مكون من إشيين، تمام؟ مكون من ميوكس، ومكون من شويكس. السلايفا مكون من ميوكس ومكون من من الاميل، من الاميليز، تمام؟ السلايفا فيه ميوكس وفيه اميليز. الميوكس هو عبارة عن خليط من الماء والأملاح والجلايكوبروتين، ووظيفته يعمل لوبريكيشن، يعمل للفود، يعمل حوالي الفود سائل لزج مشان الفود يذوب فيه، مشان تقدر تعمل له دايجستشن، تمام؟ أما الأميليز، الأميليز هو الإنزيم المسؤول عن الإنزيم المسؤول عن تكسير الكربوهيدرات في الفم. فعملية تكسير الكربوهيدرات تبدأ في الفم عن طريق الأميليز. الأميليز يفرز عن طريق السلايفري جلاند وإلى داخل الأورال كافيتي. يعني أخذنا الميكانيكال عن طريق الأسنان، والكيميكال عن طريق السلايفري جلاند، وحكينا عنها، تمام؟ حركة التانج موفمنت، بعدين لما انت اللقمه تاعيتك يتم هضمها، التنج بيعمل حركه اللي انتم بتعرفوها، بكون الاكل على شكل لقمه، يعني بحوله لشكل كره او بيضه، وبيدفعه لورا لجهه الفالنكس اللي هي العضو الثاني من الالمنتري كانال، تمام؟ يعني الاورال كيفيتي اهم الاشياء فيها هضم ميكانيكال وهضم كيميائي. الميكانيكال عن طريق الاسنان، الكيميكال عن طريق السلايفا اللي بتفرز السلايفري جلاند، تمام؟ السلايفا فيها ميوكس وظيفتها من اللوبريكيشن، وفيها أمايليز وظيفتها تحطم الكربوهيدرات كيميائيا. وحكينا عن وظيفة التانج وكيف بساعد في عملية ابتلاع اللقمة على شكل بولس. بولس يعني لقمة، يعني برجعها لورا. ثاني إشي اللي هو الفارينكس. الفارينكس هو ما بين الأورال كافيتي وما بين الأسوفيجس، تمام؟ بدياكم تعرفوا شغلة، هاي هو الفارينكس، تمام؟ وهون هي التريكيا اللي بتروح للرئتين، وهون هو الإسوفيغس، تمام؟ فالفارينكس هي عبارة عن بوابة فاتحة على التريكيا وفاتحة للإسوفيغس، تمام؟ أنا لما بدي تيجي اللقمة، أنا بدي التريكيا تسكر والإسوفيغس يفتح. مشان تفهموا العملية هاي أكثر، روحوا على سلايد 20، تمام؟ سلايد 20 موضح هاي العملية بالضبط، إيش اللي بصير بالفارينكس لما توصل اللقمة. طيب قبل ما تيجي اللقمة بكون عندك الإبيجلوتس رافع. الإبيجلوتس هو الغطاء، عشان أفهمكم أكثر، هسه هذا اسمه الجلوتس وهو باب للتريكيا، تمام؟ وعليه زي غطاء اسمه الإبيجلوتس، تمام؟ هاي هي اللقمة لسه مش فايتة لجوا، فهون في حالة عدم وجود اللقيمة، تمام؟ في حال عدم وجود اللقيمة، الإبيجلوتس بيكون رافع والجلوتس بتكون فاتحة، تمام؟ تمام؟ الإبيجلوتس بتكون الغطاء رافع لفوق، فمشان هيك العلبة بتكون فاتحة، تمام؟ لما تيجي اللقمة الغطاء نزل، فالإبيجلوتس داون والجلوتس بصير له كلوزد، تمام؟ تمام؟ فبس هيك، إنه هذه أهم الأشياء اللي بدك تعرفوها. ولما تيجي اللقمة بس في حركة مش مهمة، إنه اللارينكس بتطلع لفوق،
ليش بتطلع لفوق مشان يقدر هذا يسكر. مش مهم كثير ولكن لازم تعرفوها. أهم إشي لازم تعرفوا أنه هون الإبيجلوتس رافع، هون نازل، هون الجلوتس فاتح، هون مسكر، وهون اللارينكس بتكون لتحت، هون اللارينكس بتطلع لفوق. تمام؟ طيب هون حكيت لكم عن الإبيجلوتس موف داون لما تيجي اللقمة وكلوز ذا تريكيا، واللارينكس بتطلع لفوق مشان يمنع الأكل إنه يسكر اللونج باب. حكيت لكم عن هاي الحركات على الصورة في سلايد رقم 20 للتذكير. بعد الفرنكس عند الأسوفيجس وهو البلعوم. البلعوم هو وصل بين الفرنكس ووصل بين الاستومكس. ما فيه إشي مهم إلا عن ما فيه إشي مميز فيه إلا طريقة تحرك الأكل في داخله. تحرك الأكل في داخله يكون عن طريق البيريستاليسيس. البيريستاليسيس هي عبارة عن ريثماتيك كونتراكشن بالمسل وول تاعت الأسوفيجس. تمام؟ طيب ما مفهوم البيريستاليسيس؟ شرحتها في الفيديو السابق، ولكن هذا هو الأسوفيجس. هاي هي اللقمة. تمام؟ البيرستاليسيس إنه العضلات اللي قبل اللقمة تنبسط تنقبض عفوا، والعضلات اللي بعدها تنبسط، فيؤدي إلى اندفاع اللقمة بالاتجاه اللي أنا بدي إياه، اللي هي حركة الحلزونية، إنه اللي ورا ينقبض واللي هون ينبسط. لما تيجي اللقمة لهون هذا اللي كان مبسوط بينقبض وهذا بينبسط وهكذا. تمام؟ البيرستاليسيس هل هي خاص فقط بالاسوفيجس؟ الجواب لا. البيرستاليسيس هي حركة بتصير بالاسوفيجس، حركة بتصير في الاستومك، وحركة بتصير في الانتستين، ولكن المميز فيها انها تبدأ في الاسوفيجس، يعني مش موجودة في الفارينكس ومش موجودة في الاورال كافيتي. راح نروح نكمل مع الاستومك. الاستومك برضه فيها أهم الأشياء اللي بتصير فيها هي digestion. فيها mechanical digestion عن طريق، فيها هي عضلات ملساء فهي mechanical digestion، ولكن أهم نوع من digestion فيها هو الكيميكال digestion. مين الكيميكال digestion؟ يعني إحنا قاعدين بنحكي عن إنزيمات هاضمة. مين اللي بيفرز لي هاي الإنزيمات؟ بالفم كان اللي يفرز لي إياها مين؟ السرايفل جلاند، والسرايفل جلاند كانت أكسسوري. أما بالستومك مين بيفرز لي إياها؟ gastric gland. وين موجودة هي الجاستريك جلاند؟ موجودة في الاستومك نفسها، يعني موجود في جدار المعدة نفسها. الجاستريك جلاند بتنطيني الجاستريك جوس. الجاستريك جوس فيه كثير مكونات. تمام؟ فيه أول إشي خلايا بتفرز لي HCl اسمها، فيه خلايا بتفرز لي HCl اسمها البرايتل سيل. فيه خلايا بتفرز لي بيبسينوجين اسمها تشيف سيلز. فيه خلايا بتفرز لي ميوكس اسمها ميوكس سيلز، وفيه خلايا بتفرز لي هرمونات معينة اسمها اندوكراين سيل. تمام؟ تمام؟ يعني يفرز، أو فيه أربع أنواع من الخلايا: برايتل بتفرز لي اتش سي ال، تشيف بتفرز لي بيبسينوجين، ميوكس بتفرز لي ميوكس سيلز بتفرز لي ميوكس، والاندوكراين بتفرز لي هرمونات معينة زي الجاسترين والجريلين. تمام؟ طيب هسا البرايتل سيل حكينا بتفرز اتش سي ال، هل يفرز الاتش سي ال كما هو؟ لا، معلومه مش مطلوبه بالنوتات هون ولكنها موجوده في التشابتر. البرايتل سيل بتفرز لي الاتش بلس لحال والسي ال بلس وماينس لحال، وبندمجوا مع بعض جوا الاستومك. يعني البرايتل ما بتفرز لي اياهم مع بعض، لا بتفرزهم بشكل مفصولين. تمام؟ هاي البرايتل. التشيب سيل بتفرز لي البيبسينوجين. البيبسينوجين هو الان اكتف فورم من البيبسين. تمام؟ هو الان اكتف فورم من البيبسين. التشيف سيل تقوم بافراز البيبسينوجين. البيبسينوجين بروح على المعده، لما يروح على المعده بيختلط مع الاتش سي ال اللي موجود فيها من عن طريق البرايتل سيل، وبيتحول البيبسينوجين الى البيبسين. يعني البيبسينوجين يتحول الى بيبسين عن طريق الاتش سي ال. تمام؟ هاي الاتش سي ال. هسه حنحكي عن اذا ايش وظيفه الاتش سي ال. وظيفة الـ HCl الرئيسية حولين البيبسينوجين لبيبسين. تمام؟ طب إيش وظيفة البيبسين؟ وظيفة البيبسين إنه تحطم لي البروتينات، يعني تبدأ عملية تحطيم البروتينات في المعدة عن طريق البيبسين. تمام؟ فوظيفة البيبسين إنه يحطم لي البروتينات، وظيفة الـ HCl إنه يحول البيبسينوجين لبيبسين. طيب إيش وظيفة الميوكس؟ أنتم بتعرفوا الـ HCl حمضي، وأنا الخلايا بتتأثر في الأوساط الحامضية كثير والأوساط القاعدية كثير، فلازم تحط طبقة حامية إلها تحمي حالها عن طريق الميوكس. الخلايا تفرز ميوكس تبطن المعدة مشان تحمي المعدة من إفرازاتها. تمام؟ والإندوكراين سيلز مثل الجاسترين والجريلين هي أشياء مش حخوض فيها كثير، ولكن فوائدها إنها تساهم في الفيدباك. الجاسترين بيعمل بوزيتيف فيدباك على البرايتل وعلى التشيف. تمام؟
الجاسترين يفرز من المعدة عن طريق الإندوكرين سيل، بيعمل بوزيتيف فيدباك للبارايتال والتشيف، فإفرازه يؤدي إلى زيادة إفراز الـ HCL وزيادة إفراز البيبسينوجين، فيؤدي إلى زيادة تفعيل البيبسين. تمام. أما الجريلين فهو الهرمون المسؤول عن الشعور بالجوع، حنحكي عنه كمان شوي، ولكن أبدي إياكم تعرفوا أهم إشي البرايتل والتشيف والميوكوسيت. تمام. طيب هسا مراحل التحطيم، وهي إشي مهم جدا ححكي عنه هسا، هذا الشكل بيلخص الإشي اللي بدي أحكي عنه، ولكن أنا بفضل أشرحه من الشكل الموجود معكم في سلايد 30 هون. هذا هو نفس الجدول ولكنه على شكل. تمام. مسدود فيه كيف تتحطم الكربوهيدرات، كيف تتحطم البروتينات، كيف تتحطم النيوكليك أسيد، وكيف تتحطم الفات. تمام. شرحته بشكل تفصيلي شرحته بشكل مفصل في الفيديو الأصلي، ولكن هون بس حخوض على الأشياء المهمة فيه. تمام. أول إشي تبدأ عملية تحطيم الكربوهيدرات وين؟ في الفم، في الأورال كافيتي. مين حكيت لكم المسؤول عن تحطيم الكربوهيدرات في الأورال كافيتي؟ الأمايليز. الاميلاز اللي بذكركم هو اللي بتفرزه السلايفري جلاند. السلايفري جلاند بتفرز لي اميلاز، بحطم لي الكربوهيدرات لدايساكارايدز، او عفوا بحطم لي، بديش اخوض بالتفاصيل، شرحت للي حابها بشكل مفصل شرحتها بالفيديو الاصلي، لكن هون بس مطلوب منكم انه تبدا عمليه تحطيم الكربوهيدرات في الاورال كافيتي عن طريق الاميلاز الذي بتفرزه السلايفري جلاند. تمام. ثاني خطوة لتحطيم الكربوهيدرات في السمول انتستين، لاحظ عملنا سكيب عن الستمك، ومن هون نستنتج انه ما في تحطيم للكربوهيدرات في الستمك. ثاني خطوة لتحطيم الكربوهيدرات يكون عن طريق السمول انتستين. السمول انتستين لها تو بورشن، واحد البنكرياس وواحد السمول انتستين اتسلف. شو دخل البنكرياس في السمول انتستين؟ البنكرياس يفرز افرازاته في السمول انتستين، عشان هيك حطيناه ضمن السمول انتستين. تمام. اما هون هي افرازات السمول انتستين اتسلف. تمام. ايش تاثير البنكرياس على السمول انتستين؟ برضه بينتج لي، برضه بيعمل لي بنكرياتيك اميليز، هذا اسمه سلايفري اميليز في الفم، تفرز السلايفري جلاند هون، الذي هون البنكرياس بينتج لي البنكرياتيك اميليز وله نفس الوظيفه. طب ليش عدناها مرتين؟ بس مشان نحول، لاحظ هون بعض المنتجات اللي انتجناها هون ما كانت دايساكرايد، كانت بولي ساكرايد، فهون وظيفته يرجع يحول السمول بولي ساكرايد لداي ساكرايد. يعني وظيفة الأمايليز بشكل عام انه يحول البولي ساكرايد الكبير، الكربوهيدرات الكبيرة، يحول اياه لداي ساكرايد. اذا ما زبطت مع السلايفري أمايليز بيعملها البنكرياتيك أمايليز. بعدين وين بروح الداي ساكرايد النتجت هون او هون؟ بيروحوا على افرازات السمول انتستين اتسلف، افرازات السمول انتستين اتسلف، بس بدون عن طريق انزيم اسمه داي سايكرايديزز. داي سايكرايديزز معناته شو بحلل؟ بحلل داي سايكرايد، اولها من داي سايكرايد لمونوساكرايد. تمام. وهي اكثر، انا دائما بركز على الكربوهيدرات لانها جدا مهمه، تبدا في الفم السلايفري اميلاز، بعدين بتروح على المعده البنكرياتيك اميلايز، والثنتين بحول لي بيصغروا لي البولي ساكرايد لداي ساكرايد، بعدين عن طريق الداي سايكرايديزز اللي بتنتج لي اياها السمول انتستين بيتحول لمونو ساكرايد. البروتين تبدا عمليه تحطيم البروتين في الستومك، ما في عمليه تحطيم للبروتين عدا ميكانيكلي اكيد، لكن انا بحكي عن هون عن كيميكال، ما في بالفم، تبدا في الستومك. تبدا في الستومك عن طريق مين؟ البيبسين. حكيت لكم عن البيبسين قبل نتيفه، قبل نتفه تلك البيبسين ينتج عن طريق تحول البيبسينوجين لبيبسين عن طريق ال HCL. تمام. ولكن ايش وظيفة البيبسين؟ بحول لي البروتين لسمولر بوليبوبتايدز، مش راح اخوض فيها كثير. تمام. لانه لها تفاصيل كثير شرحتها، اللي حاب للمرة الثالثة يشوف تفاصيل اكثر يروح يحضر الفيديو الاصلي، ولكن مش مطلوب منكم خلص انه بالستومك الانزيم المسؤول عن تحطيم البروتين اسمه بيبسين، اما في السمول انتستين الانزيمات المسؤوله عن تحطيم البروتينات الى اشكالها الاصغر، واحد بفرز لي هن 3 انزيمات، 2 منهم من البنكرياس وواحد منهم من السمول انتستين اتسل. تمام. اللي عن طريق البنكرياس هم التريبسين والكيموتريبسين او الكاربوكسيبيبتايديز. تمام. يعني التريبسين والكيموتريبسين والكاربوكسيبيبتايديز هم انزيمات يفرزوا عن طريق البنكرياس
حطمولي البروتين السمول بيبتايدز في السمول انتستن، بعدين افرازات السمول انتستن بتصلف اللي هم الداي بيبتايديزز والكاربوكس بيبتايديز الامينو بيبتايديز، هذول حفظ مش راح اخذ فيهم كثير، حولوا لي اياها لمونو او امينو اسيد، حولوا لي اياها لمونيمر تبع البروتين وهو الامينو اسيد. يعني للمرة الثانية البروتين بس بدي اياك تعرف، الستومك بنطيني ريبسين، السمول انتستن البنكرياس بنطيني تريبسين وكيمو تريبسين وكاربوكسي بيبتايديز، اما السمول انتستن اتسلف بتنطيني هذول الاشياء. ونفس الشيء للنيوكليك اسيد مش راح اضيع وقت عليهم، بس بدي اياك تعرف انه تبدا عملية تحطيم النيوكليك اسيد تبدا في الانتستن، مش موجودة في الستومك ولا في الاورال كابت، هي فقط في الانتستن. مين اللي بشارك فيها؟ بشارك فيها البنكرياس عن طريق النيوكلياز، وبشارك فيها السمول انتستن بتسلف عن طريق النيوكليوتايديز والنيوكليوسايديز والفوسفيتيز. تمام، مش راح اخوض فيهم كثير، ولكن هنا مبين مشان اسمعوا مشان تربطوا الانزيمات مع بعض. لاحظوا دائما الانزيمات اللي بتنطيني اياها السمول انتستن اتسلف بتحول لي لمونيمر، لاحظوا هذولا هن اشياء لمونيمرز بتحسن صح؟ انه يعني الفوسفيت والنيوكليوسايد والنيوكليوتايد هي اشياء مرتبطه بالمونيمر تاعت النيوكليك اسيد. ونفس الاشي هون دايبيبتايديز كاربوكسيبتايديز وامينوبتايديز اشياء بتحسها بتحول لمونيمر اللي هو الامينو اسيد. ونفس الاشي دايسايكارايديز ينتج عنها مونيمر. تمام، هاي طريقه لحفظ الافرازات تاعت السمول انتستين وتميزوهن عن البنكرياتيك. اما الفات دايجستن لا يتم الا عن طريق السمول انتستين وتحديدا عن البنكرياتيك، يعني السمول انتستين اتسلف ما بتشارك في عمليه تحطيم الليبيد، هو فقط انزيم واحد يفرز عن طريق البنكرياس يساهم فيه اسمه البنكرياتيك لايبيز. عارف حكيت اسماء انزيمات كثير، ولكن على فكره هي بالاسم لايبيز اكيد حيشتغل على الليبيد، نيوكليز اكيد حيشتغل على النيوكليك اسيد، تريبسين وكومو تريبسين صح، منهج تريبسين هو امينو اسيد صح، هو اسم من احد الامينو اسيدز، فبتحس تريبسين والكيمو تريبسين مرتبط بالبروتين، وكذلك الامر بالنسبه للكربوهيدرات صح، اسم انزيمات كثير ولكنه مرتبط بالوظيفة تاعته، وهذا نفس الاشي نفس اللي انا كنت احكي عليه. تمام، طيب هيك خلصنا عملية الديجستن، هسه راح نبلش بعملية الابسوربشن. عملية الابسوربشن بتصير بالسمول انتستين وفي اللارج انتستين، يعني متى وين بتبلش عملية الابسوربشن؟ في السمول واللارج انتستين. السمول انتستين بدك تعرف السمول انتستين مش موجودة على شكل تيوب، لا هي فيها طعجات، هاي الطعجات اسمها فيلاي، وفيها طعجات جوا الطعجات هاي اسمها مايكرو فيلاي. تجمع المايكرو فيلاي على هذا بتعمل لك اشي اسمه البرش بوردر. البرش بوردر يعني معناها انها بتخلي سطح السمول انتستين على شكل فرشاية، على شكل مشط. تمام، ليش؟ لانها طعجات. شوف فائدة الطعجات هاي، دائما بتزيد السرفيس اريا، زيادة السرفيس اريا بتزيد الريت اوف ابسوربشن، يعني بتخلي عملية الابسوربشن مور ايفيشنت. تمام، انه الطعجات دائما بتزيد مساحة السطح، وزيادة مساحة السطح بتزيد الابسوربشن. تمام، عملية النقل هسا انا حكيت لكم ايش معنى ابسوربشن، انا عندي هون اكل صار له دايجستشن، هاي بدنا نعتبر عنها السمول انتستين، وهون مجرى الدم. تمام، انتم بتعرفوا الاكل صار له دايجستشن سواء من الثم او من الستومك او من السمول انتستين اتسلف، صار له دايجستشن. هسه شو لازم يصير بالاكل؟ ينتقل للدم، فانتقاله للدم من هون لهون ممكن يتم في طرق باسيف وممكن يتم في طرق اكتيف. تمام، بيعتمد على نوع النقلنت اللي انت قاعد تنقله. طيب الدم هذا وين بيروح بالاكل؟ الدم هذا والوعاء الدموي الموجود عند السمول انتستين او لارج انتستين اسمه الهيباتيك بورتال فين. شو بيعمل؟ بينقل الاكل اللي اخذه لهون اللي اخذه من لليومن تبع السمول انتستين لارج انتستين، وبيروح فيه للكبد. الكبد شو بيعمل بهذا الاكل؟ يا اما بيعمل له ديتوكسيفيكيشن بزيل السموم منه، او بحوله لاشياء انا بدي اياها. تمام، او بحوله يعني لمواد انا بحاجتها والدم بده اياها. تذكروا بدايه المحاضره حكيت لكم بيلدينج بلوكس، فمين اللي بيعمل البيلدينج بلوكس؟ هو الكبد. فمشان هيك مرور الدم بالكبد قبل ما يروح لجسمك عمليه مهمه جدا. بعد ما يروح الكبد بيروح على القلب مشان يتم نشره لجسمك. تمام، شو اسمه هذا؟ حكيت لكم الهيباتيك بورتال فين، وهو ريتش يعني البلط تبعه ريتش ان نترنت، ريتش ان نترنت يعني غني بالغذاء اللي اخذه من اليومن. تمام، هذا حكينا عنه هون. حكينا ايش وظيفه الكبد، بتحكم بالديستريبيوشن والانتر كونفيرت الاورجن كل زي ما حكيت فيها، وبيعمل تي تاكسيفيكيشن.
طيب هسا هون عملية امتصاص الفات، هسا ليش اختار الفات لحاله؟ مشان ما أسهل واحد، مشان كل السنة أولى. كيف بتتم عملية امتصاص الفات؟ أنا برضه بحاب أشرح على الشكل اللي موجود في سلايد 35، كيف بتتم عملية امتصاص الفات؟ ركزوا معاي، أنا شرحتها بشكل مفصل وكامل، ولكن حنرجع نحكي عنها هون. تمام؟ طيب تتذكروا الأكسسوري اللي حكينا عنهم أول شيء؟ طبعا هو اللي دارسين الشابتر قبل حيحكوا عن نتافه اللي بحكي فيه، ولكن أحد الأكسسوري جلاندز كانت إيش كان؟ كان الليفر والبايل. تمام، الليفر والجول بلادر، الليفر والجول بلادر، مش قادر أكتبهم هون بس، ولكن كان الليفر والجول بلادر. عن إيش مسؤول الليفر والجول بلادر؟ الليفر مسؤول عن إفراز إشي اسمه البايل، والجول بلادر مسؤول عن تخزينه. طيب ايش وظيفة البايل؟ هون حنحكي عن وظيفته. البايل هو اشي يقوم بتحطيم الفات جلوبيول الكبير اللي بتفوت السمول انتستين، بتحول لي اياها لفات دروبلت. يعني وظيفة البايل انه يروح على اليومن تبع السمول انتستين، بيحول لي الفات جلوبيول لفات دروبلت. تمام، يعني بيحول لي اياها من فات كبيرة لفات صغيرة عن طريق البايل. تمام، بعدين اللايبيز اللي حكينا عنه هون، تذكروا اللي بسلايد 30 صح؟ حكينا هون البنكرياتيك لايبيز. بعدين اللايبيز بحول لي الفات الدروبلت هاي، بحول لي اياها لجليسرول وفاتي اسيدز، يعني بحول لي اياها ل اتس مونيمرز. انتم بتعرفوا التراي جليسرايد الفات مكون من مونيمر الاتيه، كل واحد فيه 3 فاتي اسيد، 3 اف بعتذر على الخط، وواحد مونوجليسرايد. تمام، فوظيفة البايل أولا إنه يحول لي الفات جلوبيول الكبير لفات جلوبيول صغيرة، ووظيفة اللايبيز اللي بتفرز لي البنكرياس اللي حكينا عنه فوق إنه يحول لي الفات جلوبيول لإتس مونيمر. تمام، ليش بنحوله لمونيمرز؟ مشان ما الفات ما بيقدر يعبر السمول انتستن، البرش بوردر تبع السمول انتستن، ويروح لمجرى الدم او للمجرى اللي حيروح عليه الا عن طريق انه يتحول لمونيمرز. تمام، هسه المونيمرز هاي نفسها هي هسه لما تحولت لمونيمرز قدرت تعبر البرش بوردر تبع السمول انتستين. هاي الخلايا هي الخلايا المبطنه للسمول انتستين. تمام، يعني السمول انتستين مش بس جدار، هو جدار من الخلايا. الفات ما قدر يعبر البرش بوردر ويفوت جوا هاي الخلايا الا عن طريق انه يتحول لمونيمرز، فاتت المونيمرز لجوا. بعد ما فاتت المونيمرز لجوا رجعت اتجمعت، يعني رجعت ضحكت على الجهاز الهضمي كله. يعني هي ما قدرت تعبر البرش بوردر إلا لما تفككت للمونيمر، ولكن ترجع تتجمع مع بعض لما تفوت جوا السمول انتستين، وترجع تنطيني ترايجليسرايد. تمام، رجعت انطتني ترايجليسرايد، وبرضه جوا هاي الخلايا بيرتبط الترايجليسرايد مع فوسفوليبيدز وكوليسترول وبروتين. ليش؟ ليش او كيف حنحكي عنها هسه، ولكن اجتماع الترايجليسرايد مع الفوسفوليبيد والكوليسترول والبروتين بنطيني مركب اسمه كايلومايكرون. تمام، ايش الفرق بين الكايلومايكرون والترايجليسرايد عدا عن المكونات؟ يعني شو اضافه المكونات هاي على الترايجليسرايد؟ ليش جمعناها معها؟ لانه الترايجليسرايد هو فات، والفات هو ووتر انسوليوبل، لا يذوب بالماء. ولكن انا لما بدي يروح للدم ويروح للليمف مثلا لازم يتحول لووتر سوليبل، مشان انتم بتعرفوا الدم هو ووتر سوليبل، هو يعني اغلبه ووتر، فالمفروض الاشياء اللي بدي انقلها فيه تكون ووتر سوليبل. مشان هيك ضفت عليه الفوسفوليبل والكوليسترول والبروتين مشان يتحول من فات سوليبل لووتر سوليبل، لصيغه الووتر سوليبل اللي هي اسمها الكايلومايكرون. تمام، قبل ما اروح للخطوه اللي بعدها بس نراجع بشكل سريع. البايل حول لي الفات جلوبيول الكبيره، البايل اللي افرز لي اياها الجول بلادر، هو يفرزها الكبد وتخزن بالجول بلادر وبتطلع لهون. حول لي الفات جلوبيول الكبيره لفات دروبلت صغيره، الفات دروبلت قسم لي اياها اللايبيز اللي افرز لي اياها البنكرياس لا اتس مونيمر اللي هي 3 فاتي اسيدز ومونوجلسرايد. الفاتي اسيدز والمونوجلسرايد قدر ان يعبر البرش بوردر بعد ما صار المونيمرز، لما فاتوا جوا الخلايا تحت السمول انتستين، لما فاتوا للخلايا جوا السمول انتستين رجعوا اتجمعوا مع بعض وانطوني الترايجليسرايد. حكينا الترايجليسرايد ما بينفع يروح للدم او الليمف
زي ما هو لأنه ووتر انسوليبل ما بالماء، فتحول لشكله الووتر سوليبل. كيف حولناه من هون لهون؟ ارتبط بالفوسفوليبيدز والكوليسترول والبروتينز، تمام؟ الكايلومايكرون، بعدين أنتج المركب الكايلومايكرون. هسا المفروض شو بعدين؟ يروح للهيباتيك بورتال فين، صح؟ ولكن الفات استثناء. لما يتم امتصاص الفات من سمول انتستن ما بتروح مباشرة للدم، لا بتروح لأوعية لمفاوية، واسم الوعاء الليمفاوي هذا هو لاكتيل، تمام؟ الوعاء الليمفاوي اللي بدخل له الكايلومايكرون هو لاكتيل، وانتم بتعرفوا الوعاء الليمفاوي فيه ليمف، فهون السائل هو ليمف، تمام؟ وهذا هو الكايلومايكرون فات للاكتيل. ليش الكايلومايكرون فات للاكتيل ولكن ما فات للهيباتيك بورتال فين حكينا عنها قبل شوي مباشرة؟ لأنه يا سيد العزيز الهيباتيك بورتال فين هي الكابيلاريز تاعتها حجم الفراغات هاي اللي بينها كثير صغيرة، ما بيقدر الكايلومايكرون حجمه كبير لأنه هو تراجليسرايد ومرتبط بهاي الأشياء، حجمه كبير ما بيقدر يعبر بالفراغات تاعت الكابيلاري تاعت البلود كابيلاري، ما قدر يعبر بالفراغات تاعت الهيباتيك بورتال فين، فبديل عنه بروح للاكتيل. ولاحظوا اللاكتيل قديش حجم الفراغات تاعته كبيرة وقدرت إنها تفوت الكايلومايكرون بسهولة. طيب إيش مصير الكايلومايكرون اللي هون؟ اللاكتيل فيما بعد بتروح وبتصب في أوعية دموية أخرى، يعني صح هاي وعاء لمفاوي بعدين بتروح تصب في وعاء دموي، يعني الكايلومايكرون اتخذ طريق بديل بدل ما يفوت مباشرة للأوعية الدموية على الهيباتيك بورتال فين، فاتخذ أوعية لمفاوية بعدين الأوعية اللمفاوية وصلت لأوعية دموية كبيرة، تمام؟ نرجع نكمل هون، هاي هي ملخص، مش ملخص هو شرح تفصيلي للإشي اللي هون بس مشان تفهموه. هسا رح نحكي عن خلصنا السمول انتستن، هسا رح نحكي عن اللارج انتستن. اللارج انتستن هي آخر إشي من الألمنتري كانال. اللارج انتستن أول إشي فيه هو السيكم، بعدين الكولون، بعدين الريكتم. السيكم هو هو حلقة الوصل ما بين اللارج انتستن وما بين السمول انتستن، تمام؟ الكولون بنطين الريكتم، والريكتم بينتهي بالأنس، هي الفتحة الشرد، وهي آخر إشي لل من الألمنتري كنال، هي الفتحة اللي بتنتهي فيها الألمنتري كنال، تمام؟ بدك تعرف إنه السيكم برضه فيه امتداد اسمه الزائدة الدودية. هسا بدي إياكم تتخيلوا هاي هي السمول انتستن، تمام؟ السيكم هيك جاي على شكل زاوية، وبعد السيكم في عند الكولون والأشياء الثانية كلها. السيكم بس بدك تعرف إنه طالع إشي منه لهون، إشي يعني مش مبين لشو هدفه بالضبط، اسمه الأبندكس واسمه الزائدة الدودية، تمام؟ هاي هي السمول انتستن وهاي هو السيكم، وبعد السيكم كولون، وهنا هي الأبندكس الزائدة الدودية، هي اكستنشن طالع من السيكم، تمام؟ إيش وظيفة اللارج انتستن وتحديدا الكولون؟ بيكمل عملية إعادة امتصاص الماء، يعني وظيفته الأساسية يعيد امتصاص الماء، تمام؟ وظيفته الأساسية يقوم بإعادة امتصاص الماء. هسا وين بتبلش عملية إعادة امتصاص الماء؟ بتبلش عملية إعادة امتصاص الماء في السمول انتستن وتستكمل في الكولون في اللارج انتستن، تمام؟ هسا كل ما مشيت باللارج انتستن الاشي اللي جوه اللارج انتستن، الاكل اللي ظل جوه اللارج انتستن قاعد بيخسر ماء، فكل ما بتمشي باللارج انتستن قاعد بصير اكثر صلابة، قاعد بصير مور سوليد. واخر اشي انت بتعرفه لما يوصل للانس ويطلع برا بصير اسمه فيسس. فيسس اللي هو البراز اللي بيطلع منه، البراز اللي بيطلع من الالمنتري كانال، تمام؟ وهذا هو اللي بنحكي عنه. هيك خلصنا الاشي الدسم من الشابتر. الصراحة ضل بس كم اشي صغير وبسيط، تمام؟ راح نحكي عن السيمبيوتيك ريليشن شيب بالمايكروبيوم. اول اشي شو يعني السيمبيوتيك ريليشن شيب؟ يعني عندي طرفين بيستفيدوا من بعض، هذا بيعمل اشي وبيفيد هذا، وهذا بيعمل اشي وبيفيد هذا، تمام؟ وايش هو المايكروبيوم؟ المايكروبيوم هو عبارة عن الكوليكشن اوف مايكرو اورجانيزم ليفينج ان يور بودي، يعني هي مجموعة المايكرو أورجانيزمز اللي بتعيش بجسمك، يعني كل المايكرو أورجانيزمز لما تجمعهم مع بعض هذول احنا اللي موجودين بجسمك احنا بنسميهم مايكروبيوم. طيب شو العلاقة بين هذا المفهوم وهذا المفهوم؟ وشو علاقته بالجهاز الهضمي؟ بيحكي لك انه المايكروبيوم الموجودة في جسمك بتعمل سيمبيوتيك ريليشن شيب معك. طيب المايكروبيوم مثلا نحكي عن بكتيريا موجودة في اللارج انتستين وجسمك،
في بعض البكتيريا وظيفتها بتساعدك في الدايجستشن، تمام؟ فهي هيك ساعدت جسمك وانت استفدت، وبرضه اثناء قيامها لهذا بتكل الاشياء اللي انت ما بدك اياها، فهيك هي استفادت غذت حالها وانت استفدت ساعدتك في عمليه الدايجستشن، تمام؟ هذا هو العلاقه ما بيناتهم كلهم، تمام؟ مثال عليها بكتيريا بتنطيني فيتامينز، وفي بعض البكتيريا برضه مش بس بتساهم في عمليه الدايجستشن، بتحولين لك مواد بتستخلص لك الفيتامينز من الأكل اللي أنت بتاكله، تمام؟ وبعضهم برضه يساهم في تكوين السيستم الإبيثيليوم، وتساهم في تكوين الإنيت إميون سيستم، بعضها كثير بيساعد في الهضم، وبعضها في تكوين الفيتامينز، ولكن بعضها يساهم في تكوين الإنيت إميون سيستم، يساهم في تكوين المناعة الفطرية. المناعة الفطرية يعني بتكون عندك بكتيريا نافعة في جسمك بتكثر البكتيريا الضارة، لهيك هي مناعة فطرية جسمك كونها في فترة حياته، يعني تخيل بكتيريا قضت على بكتيريا، فالبكتيريا هاي تعتبر نافعة وهي تعتبر ضارة، تمام؟ هل الميكروبيوم في جسمي نفس اللي في جسمك، نفس اللي في جسم زميلك، نفس اللي في جسم واحد أوروبا؟ الجواب لا. ليش بيختلف البكتيريا أو الميكرو أورجانيزمز موجودة عندي عن اللي عندك؟ الأشياء كثير، للإيدج والتيكنج ميديسن والدايت والإنفكشن، في أشياء كثير بتتحكم بالميكروبيوم، البيئة اللي أنت نشأت فيها بشكل عام، نوع الأكل اللي بتاكله، نوع الدراجز اللي بتستعملها، وإلخ وإلخ وإلخ، فبتساهم في إنه نوع معين يطلع ونوع معين لا. مشان هيك مستحيل تلاقوا بني آدمين عندهم نفس الميكروبيوم، تمام؟ من المثال على البكتيريا الضارة في اللي ممكن تفوت لجسمك بكتيريا اسمها الهيليكوباكتر، الهيليكو باكتر بايلوري، هي عبارة عن بكتيريا بتسبب مرض الاتش بايلوري وتسبب قرحة في المعدة، تمام؟ شو بتعمل هاي البكتيريا بالضبط؟ بتروح وبتقتل بكتيريا نافعة في جسمك، تمام؟ ولما تروح هاي البكتيريا بصير خلايا جسمك مكشوفة مثلا للاتش سي ال، فالاتش سي ال بضرها وبيعمل ألسر، تمام؟ فالهيليكوباكتر بايلوري تقتل، أو هي مثال على البكتيريا الضارة اللي تقتل بكتيريا أخرى وبتساهم في تكون قرحة المعدة، تمام؟ صراحة نروح على آخر جزء من آخر جزء من التشابتر، وهو الفيدباك. الفيدباك أنتم تعرفوا هو التغذية الراجعة، أخذتوه أكيد. الفيدباك ممكن يكون بوزيتيف فيدباك وممكن يكون نيجاتيف فيدباك، تمام؟ البوزيتيف فيدباك يساهم هسه مثلا هذا متفاعل، وهاي العملية وهاي النواتج. البوزيتيف فيدباك انه النواتج مثلا انه اشي معين يساهم في اسراع هاي العملية مشان تنطيك نواتج اكثر، اما النيجاتيف فيدباك انه توقف العملية مشان تنطيك نواتج اقل، تمام؟ طيب هسه في المعدة وفي الدايجستيف تراكت احنا مهتمين بالريجوليشن لثلاث اشياء، عملية الدايجستشن وعملية الانرجي وعملية الابيتايت، حنحكي عنهم كل واحدة لحالها، تمام؟ ولكن مين المسؤول عن التحكم في الفيدباك هاي؟ مين الأجهزة المسؤولة عنها؟ النيرفس سيستم والإندوكراين سكريشن. تحديدا مين المسؤول من النيرفس سيستم؟ هو الإنتريك. أنا وضحت في الفيديو الفرق بين الإنتريك والإكسترين الإنترنزك أو الإنتريك والإكسترنزك، ولكن مش راح أوضحها عشان الوقت، ولكن بدي إياك تعرف إنه في الجهاز الهضمي النيرفس سيستم أو الجزئية من النيرفس سيستم المسؤولة عن عملية الفيدباك هي الإنتريك نيرفس سيستم، تمام؟ وأول إشي النيرفس سيستم، الانتروجين نيرفس سيستم، الثاني هي الهرمونات عن طريق الانتروجين سكريشن. راح نبلش بأول وحدة وهو الدايجستشن سيركت، تمام؟ عشان نفهم الدايجستشن سيركت وتأثير الجاستين والسيسيكا والسكريتين بدنا نروح لهون لسلايد 43. هو بيحكي عن تأثير الجاسترين وتأثير السيسيكا وتأثير السكريتين على الجسم، بس انه اتوقع الجدول هون بيسهل اكثر اشي. اول اشي مين مين اللي بيفرز لي الجاسترين؟ الاستومك، الوول اوف اندوكراين سيلز ان ذا ستومك، تمام؟ طيب يعني مين مصدر الجاسترين؟ الاستومك، وحكينا عنه فوق. اما السيسيكا والسكريتين مش موجود معكم، ولكن الذي يفرزهم هي السمول انتستين، تمام؟ طيب ايش تأثير كل واحدة منهم؟ لاحظوا حكيت لكم الجاسترين يفرز من وين؟ يفرز من
الاستومك، وحكيت لكم ايش تأثير الجاستين فوق، بزيد افراز الـ FCL وبزيد افراز الـ يعني بزيد من تأثير التشيب سيلز وبزيد من تأثير البرايتر سيلز. فهل بتتوقعوا بزيد افرازه لما يكون في عندي اكل بالمعدة ولا لا؟ اكيد لما يكون في اكيد لما يكون عندي في اكل بالمعدة مشان يساهم في عملية الدايجستن تبعه، تمام؟ فلما يكون في عندي اكل كثير بالمعده ويصير عندي ستريتش للمعده، يعني عمليه المعده تتمدد مشان صار فيها اكل كثير، فيؤدي الى افراز الجاسترين، والجاسترين بيعمل بوزيتيف فيدباك للتشيف سيلز والبارايتل سيلز، فبزيد تاثير افراز البيبسينوجين وافراز الاتش سي ال في المعده، فبزيد عمليه الهضم، تمام؟ هاي تاثير الجاسترين. أما الـ CCK والسكريتين هي موجودات في، حكيت لكم، يفرزوا عن طريق الـ small intestine، تمام؟ متى يفرزوا؟ يفرزوا لما تكون كمية الأكل اللي بتفوت الـ small intestine عالية، تمام؟ يعني تأثير، يعني المنبه تبعهم عكس منبه الجاسترين. الجاسترين يفرز لما تكون كمية الأكل بالمعدة عالية، أما الـ CCK والسكريتين يفرزوا لما يكون تأثير لما يكون كمية الأكل في السمول انتستين مش في المعدة عالية، تمام؟ إيش تأثيرهم؟ هسا لما يكون كمية الأكل عالية أنا بحاجة إنه يتحطم، تمام؟ فالسي سي كي مثلا وظيفته يروح على البنكرياس ويفرز لي الإنزيمات ويخليه تفرز الإنزيمات الهاضمة، ووظيفته برضه يروح على الجول بلادر ويخليها تفرز للبايل. حكيت لكم البايل مهم جدا في عملية تحطيم الفات، والفات وأكيد كونه زاد كمية الأكل هون فيعتبر إنه زيادة الفات، فكونه زاد الفات فأنا بحاجة البايل، وبرضه في عندي مواد ثانية بحاجة تحطيم، فمشان هيك راح البنكرياس. بس ليتسي كي بيشتغل على الجبهتين، بيشتغل على البنكرياس بزيد من إفراز الإنزيمات الهضمية، وبيشتغل على البايل بزيد من إفراز البايل مشان يحطم الفات، تمام؟ أما السكريتين برضه يفرز، حكيت لكم، لما يكون في عندي أكل كثير في المعدة، ولكن تأثيره غير. إيش تأثير السكريتين؟ السكريتين هدفه هسا أنتم بتعرفوا الأكل اللي بيجي من المعدة حمضي، ليش؟ لأنه فيه كمية كبيرة من HCL. هسا المعدة حامي حالها من هذا الـ HCL عن طريق الميوكوس، ولكن السمول انتستن مش حامي حالها، تمام؟ ما فيهاش ميوكوس. فشو اللي بصير؟ لما يصير عندي كمية HCL كبيرة هون يفرز السكريتين، والسكريتين بيروح على البنكرياس وبخلي البنكرياس يفرز لل HCO3 ماينس. ال HCO3 ماينس هي قاعدة وتفرز في منطقة الديدينوم أو السمول انتستين مشان تعادل الحموضة، تمام؟ فبس مشان نراجعهم من جدول على شكل سريع، حكيت لكم الجاسترين يفرز من الاستومك، السي سي كي والسكريتين من الديدينوم في السمول انتستين. الديدينوم هو أول بارت من السمول انتستين، تمام؟ مين الجاسترين على مين بأثر؟ الجاسترين بأثر على الستومك وبزيد من إفراز التشيف سيلز والبارايتال سيلز للبيبسينوجين والاتش سي ال. السي سي كي بأثر على البنكرياس، حكيت لكم بيشتغل على الجبهتين، بروح على البنكرياس بزيد من إفراز الهرمونات الهاضمة، وبروح على الجول بلادر مشان يزيد من إفراز البايل. أما السكريتين حكيت لكم بتروح على البنكرياس مشان شو تعمل؟ مشان تفرز لي البايكربونات، تمام؟ حكيت لكم تأثير الجاسترين بزيد من إفراز الجاستريك جوس، تأثير السي سي كي بزيد من إفراز الجاجستيف إنزيم سواء من البنكرياس أو من الجول بلادر. أما السكريتين وظيفته يرفع لي القاعدية السائل اللي فات الهضم. الستيمولس حكيت لكم الجاسترين وجود الأكل في المعدة، السي سي كي والسكريتين وجود الأكل في السمول انتستين، تمام؟ إذا هذا أول وحدة جاجستن سيركت خلصناها، وهي أكثر وحدة معقدة، تمام؟ الباقي كثير سهل. هسه راح نحكي عن الانرجي سيركت او الجلوكوز سيركت، راح نحكي عن كيف الجسم بيتحكم في الجلوكوز، تمام؟ بس بدك تعرف الجلوكوز او الانرجي يخزن في الكبد على شكل جلايكوجين، تمام؟ الجلوكوز يخزن في مناطق محددة في الجسم على شكل جلايكوجين، هو مينلي يخزن في الليفر والمسل سيل، ولكن إذا مخازن الليفر والمسل سيل تملك، وين بيبلش يتخزن من الإنرجي؟ تبلش تتخزن في الأديبوس تيشو على شكل فات. يعني أول إشي الإنرجي بتتخزن على شكل جلايكوجين في الليفر والمسل سيل،
لما تتعبى هاي المخازن بتصير تتخزن على شكل فات في الأديبوس تيشو، تمام؟ يعني لما تكون مخازن الليفر مثل فاضية بتتخزن على شكل جلايكوجين، ولما يتعبوا هاي المخازن بتتخزن على شكل فات في الأديبوس تيشو. هسا أهم مصدر للطاقة هو الجلوكوز، تمام؟ هسا أكيد واحد منكم راح يسألني، طب الجلايكوجين هو بوليمر للجلوكوز، فأنت ليش هون ما حددت جلوكوز للإنرجي؟ أنا بحكي لك ليش، لأنه الإنرجي أنتو بتعرفوا الإنرجي هي جاي من الجلوكوز أو البروتين أو الفات، تمام؟ بينما لما تتخزن كبداية تتخزن على شكل جلايكوجين. طب كيف البروتين ممكن يتخزن على شكل جلايكوجين؟ الجواب إنه في عمليات معينة بجسمك تحول لك البروتين لجلوكوز، من الجلوكوز يتحول لجلايكوجين، تمام؟ فمشان هيك ما هون ما حددناش نوع معين. هسا أهم إشي هو الجلوكوز. هسا اللي بيتحكم في الجلوكوز هيموستاسيس هو الإنسولين والجلوكاجون، تمام؟ الإنسولين ببساطة تأثيره إنه يقلل لي مستوى الجلوكوز في الدم، والجلوكوز بيرفع لي مستوى الجلوكوز في الدم. الدكتورة مش طالبة منكم كيف هاي العملية بتصير، بس بدك تعرف الإنسولين بيقلل الجلوكوز فبزيد الأبتيك، فبخلي الخلايا فبخلي الخلايا تأخذ الجلوكوز من الدم بشكل أكبر مشان يقل محتوى من الدم، والجلوكوجون بالعكس بيزيد من تركيز الجلوكوز بالدم. يعني إحنا متى يفرز الأنسولين؟ لما يكون تركيز الجلوكوز عالي مشان نقلله، متى يفرز الجلوكوجون؟ لما يكون تركيز الجلوكوز بالدم قليل مشان نرفعه، تمام؟ فهو مسؤولين عن الجلوكوز هوميوستاسيس. هسا إذا خرب، لما يخرب الجلوكوز هوميوستاسيس يؤدي إلى ظهور مرض السكري أو الدايابيتس ميلتس اللي الكلنا سمعنا فيه، تمام؟ طيب ما هو مرض الدايابيتس ميلتس؟ هو deficiency of insulin أو decreased response of insulin to target cell. هسا الدايابيتس ميلتس هو إنه يخرب الجلوكوز هوميوستاسيس تبع جسمك، فإنه ترتفع كمية الجلوكوز بجسمك بشكل كبير وجسمك ما يقدر يسيطر عليها. طيب ليش احنا هون حكينا ديفيشنسي ان انسولين ما حكيناش ان جلوكاجون؟ لانه المسؤول عن انه يخفض لك تركيز الجلوكوز هو الانسولين، فلما يخرب الانسولين ما فيش عمليه بتمنع انه الجلوكوز يقل، تمام؟ هلا في عندي طريقتين مشان انت تؤدي للدايابيتس ميلتس، يا اما انه ما يكونش عندك انسولين بشكل كافي، او انه الخلايا مش قادره تستجيب للانسولين، تمام؟ هذا احنا بنسميه تايب 1 دايابيتس، حنحكي عنه هسه، هذا اسمه تايب 2 دايابيتس، تمام؟ طيب بحكي لك طيب هلا بحكي لك بالنسبة لهذا النوع، تمام؟ طيب cells are unable to take up enough، طبعا هذا ما لهوش دخل، هاي المعلومة مش عارف ليش هون، بس هي موجودة بالاستعدادات، هي ما لهاش دخل بالدايابيتس، هون إشي لحالها، إنه الخلايا ما بتقدر تأخذ الجلوكوز من تلقاء نفسها فلازمها أنسولين. بغياب الأنسولين مستحيل تخلي الخلايا تأخذ جلوكوز إلا نوع واحد من الخلايا للدقة العلمية، وهو البرين. البرين بيقدر يأخذ الجلوكوز من الدم بدون حاجة الأنسولين، تمام؟ طيب لما الواحد معاه دايابيتس ميلتس، إيش أهم عرض بصير عليه؟ وجود الجلوكوز في اليورين. يعني أهم عرض وجود الشوجر في اليورين هو أهم عرض من الدايجنوسيس للدايابيتس ميليتس. هسه هناخذ نوعين، تايب 1 دايابيتس والتايب 2 دايابيتس. أنا عملت ملف لكم الفرق بيناتهم، هو بس هذا كل المكتوب، بس هو مراجعة سريعة لهم. تايب 1 دايابيتس، تايب 2 دايابيتس، الأذر نيم إله وسببه ومتى بلش والتريتمنت تبعه. هسه بدك تعرف إحنا حكينا بالتعريف فوق الدايابيتس ميليتس له سببين، يا اما انه يقل مستوى الانسولين او انه الخلايا تبطل تستجيب للانسولين. لما يقل مستوى الانسولين هذا اسمه انسولين ديبندنت وهو تايب 1 دايابيتس. اما لما يكون في عندك انسولين كميته كويسه بس الخلايا مش قاعده تهتم بس الخلايا مش قاعده تستجيب له، فهو نن انسولين ديبندنت، يعني سببه مش نقص في الانسولين وهو تايب 2 دايابيتس، تمام؟ ايش سبب تايب 1 دايابيتس؟ يعني ايش اللي خلى محتوى الانسولين يقل في جسمه؟ سببه اوتو اميون ديس اوردر، سببه انه خلايا مناعيه بجسمه صارت تهاجم البنكرياس. السمين اللي بيفرز لي الانسولين والجلوكاجون هو البنكرياس، تمام؟ الانسولين يفرز عن طريق خلايا بيتا والجلوكاجون عن طريق خلايا الفا، فخلايا مناعيه بجسمك بتصير تهاجم خلايا بيتا اللي بتفرز لي الانسولين وبتدمرها،
فخلايا بيتا بتبدل قادرة على إنتاج الأنسولين، فبيقل محتوى الأنسولين في الدم، تمام؟ أما هون سببها، هون السبب مش خلايا مناعية صارت تهاجم في البيتا سيلز، لا، هون الخلل صار على الخلايا نفسها. الخلايا نفسها صار يتراكم عليها فات، والفات هذا خلى السنسيتيفيتي تاع الأنسولين يقل. فالأوبيسيتي هي عامل مسبب للتايب 2، أو زيادة البودي ويت، أو قلة الإكسرسايز، كلهن بأثروا على استجابة الخلايا للأنسولين، وهي أسباب التايب 2 دايابيتس. الايدج اوف اونست تايب 1 تشايلد هولد، تايب 2 ادلت هولد، يعني 40، ولكن ممكن يكون الاعمار الاصغر. ليش هون تشايلد هولد، ليش هون ادلت هولد؟ انتم بتعرفوا يعني مبينه او منطقيا انه الاوتو اميون ديس اوردر بكون للواحد من الصغر، تمام؟ يعني اكيد الواحد من اول ما انولد يكون عنده هذا الخلل المناعي، فمشان هيك ببلش للاشخاص من صغرهم. اما التايب 2 لا، التايب 2 هو راجع لعادات وممارسات بالاكل او بالرياضه، فمشان هيك هو راجع للناس الكبار بالعمر، يعني الايرج او في 40، او حتى للشباب الايرلير، للشباب اللي قاعدين واللي بمارس الرياضه، تمام؟ ايش العلاج تبعهم؟ بس هون ايش كان العلاج تبعهم تابع للمشكله. هون ايش المشكله؟ عندي محتوى انسولين قليل، فالعلاج انك تنطيه انسولين انجكشن، تنطيه حقن انسولين. هون ايش المشكله؟ الاوبيسيتي وزياده البادي ويت، فايش العلاج؟ تأكل أكل صحي وتعمل إكسرسايز، تمام؟ وهذا هو نفس الموجود هون، تمام؟ نفسه، بس أنا لخصته على شكل جدول. هيك حكينا عن نوعين من الأشياء اللي لازم نتحكم فيها: digestion و digestion circuit والإنرجي circuit، وآخر واحدة وأبسط واحدة اللي هي الأبيتايت circuit. بس بديك تعرف مين اللي بزيد الأبيتايت، هو الجريلين. حكينا عن الجريلين فوق للناسي، حكيناه مع الجاستريني يفرز من المعدة، بس مش مطلوب منه هذا الشيء. وظيفة الجريلين بزيد الشهية، ووظيفة الإنسولين والليبتين والبي واي واي إنه يقلل الشهية. هذا بس المطلوب منكم تعرفوه عن الأبيتايت. الجريلين بزيد الشهية stimulate appetite، الإنسولين والليبتين والبي واي واي suppress أو inhibit the appetite، تمام؟ هيك بنكون خلصنا. يعطيكم العافية رب، عارف طولنا كثير بالشرح، لكن الدكتور هي حاطة نوتات كثير، يعني الملف يفضل تحفظه أو تسمعوا الفيديو هذا أول، بعدين تروحوا تحفظوا الملف، وأوعدكم مش حياخذ منكم ربع ساعة أو نص ساعة كامل. هينزل لكم الفيديو إن شاء الله، وهينزل لكم الملف بعد الفيديو. بالتوفيق ومع السلامة.